أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 11,215,393 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية. كما أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية ل 338,346 مواطنا فوق سن 65 ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن، وذلك بهدف تحسين جودة الحياة الصحية لهم.